السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديوهات السابقة تناولنا التزوير، وقلنا أنه التزوير زيه زي أي جريمة، بيتكون من ركن مادي وركن معنوي. وقلنا أنه الركن المادي بيتكون من 4 عناصر: العنصر الأول تغيير الحقيقة، والعنصر الثاني أن يكون تغيير الحقيقة في محرر يعني في مستند، والعنصر الرابع أن يكون تغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، وأخيرا العنصر الرابع حدوث ضرر حال أو محتمل. واتكلمنا عن العنصر الأول اللي هو تغيير الحقيقة، تحدثنا عنه إلى أن يعني أنهيناه، وتحدثنا عن العنصر الثاني في الركن المادي اللي هو أن يكون التزوير في محرر، وتحدثنا عنه إلى أنهينا أنا إلى أن أنهينا عليه عفوا، وتحدثنا عن الركن الثالث اللي هو أن يكون التزوير بأحد الطرق التي نص عليها القانون. في الركن الثالث اتكلمنا على ان الطرق في نوعين من التزوير، او في نوعين من الطرق اللي بيتم بها التزوير، في التزوير المادي والتزوير المعنوي. والتزوير المادي بيقع باستخدام طرق، ووضحناهم في الفيديو السابق، وضحنا الطرق اللي بيتم بها التزوير المادي. يبقى العنصر الثالث من الركن المادي اللي هو أن يقع التزوير بأحد الطرق التي نص عليها القانون. تحدثنا في الفيديوهات السابقة أن القانون نص على أن هناك تزوير مادي يقع بطرق مادية، وتزوير معنوي يقع بطرق معنوية. وتحدثنا عن التزوير المادي والطرق التي يقع بها التزوير المادي. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتحدث عن التزوير المعنوي، وما هي الطرق التي يقع بها التزوير المعنوي. احنا في قبل كده وضحنا ما هو التزوير المعنوي، في الفيديو ده هنتكلم عن طرق التزوير المعنوي. الحقيقة ان هما 3 طرق، 3 طرق. الطرق دي هما ايه؟ اولا طريقة تغيير اقرار اولي الشأن، طريقة تغيير اقرار اولي الشأن. الطريقة الثانية من طرق التزوير المعنوي طريقة جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة. الطريقة الثالثة التي يقع بها التزوير المعنوي طريقة جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها. طيب احنا نتناول كل طريقة من الطرق الثلاثة دول اللي هي طرق التزوير المعنوي. طريقة تغيير إقرار أولي الشأن، إيه هي الطريقة دي؟ الطريقة دي يعني مثلا زي ما حضرتك تروح واحد يعني يروح على أساس إنه هو هيعمل عقد بيع لشخص آخر، ولكن هيكتب إنه هو عقد البيع ده لم يستلم كامل الثمن، يعني استلم جزء من الثمن، ربع الثمن، نص الثمن، ولم يستلم باقي الثمن، وأنه هيستلمه في وقت لاحق. فاللي يحصل أنه يغيروا الكلام بتاعه، يخلوه أنه هو استلم كامل الثمن، كامل الثمن. يبقى هو كده التزوير ما حصلش بأي طريقة مادية محسوسة زي التزوير المادي والطرق التي يتم بها التزوير المادي، ولكن التزوير وقع بطريقة غير مادية، بطريقة معنوية. واحد مسؤول عن تحرير الموثق يعني في الشهر العقاري ده، على فكرة مثال يعني، طبعا كلام ده ما بيحصلش، إنما أنا بدي مثال بس عشان نفهم مع بعض الموضوع. واحد راح الشهر العقاري عشان يعمل عقد بيع موثق، بس عايز يكتب في عقد البيع ده ان هو ما خدش الا ربع الثمن او نصه او
كده. فالموثق راح كاتب ان هو اخد كل الثمن. طبعا ده كده مباشرة اسمه تغيير اقرار اولي الشأن. يبقى دي اول طريقة من طرق التزوير المعنوي، ودي اهم طريقة من طرق التزوير المعنوي، وهي دي تعتبر الطريقة اللي بيتفرد بيها التزوير المعنوي عن التزوير المادي. الطريقة الثانية من طرق التزوير المعنوي هي طريقة جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة. أنا كنت قلت في الفيديوهات السابقة إن التزوير ممكن يحدث مش بطريقة واحدة من طرق، سواء التزوير المادي أو المعنوي، ولكن ممكن يقع بطرق بأكتر من طريقة، بأكتر من طريقة، زي طريقة جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، يعني واقعة ملهاش أي أساس من الصحة، ولكن الواقعة دي تبدو ظاهريا إن هي واقعة صحيحة. زي إيه مثلا؟ لو واحد جاب عقد إيجار من المكتب وراح كتب إنه فلان الفلاني صاحب العقار الفلاني والمقيم بكذا، وكتب البيانات بتاعته، وانه اجر له شقة في الدور الاول او الثاني مقابل مش عارف ايه ايه والكلام ده كله، ومضى مكان المؤجر وهو مضى بشخصه. طبعا الواقعة دي ملهاش اي اساس من الصح، هو اصلا المالك لم يؤجر له العقار ده على الاطلاق، لكن هو عمل العقد ده وراح بالشهر العقاري واخد الختم بتاع الايه اثبات التاريخ، الختم المثلث ده. على فكرة انا كل هذه امثلة بديها علشان الموضوع يبقى واضح، انما يعني الكلام ده مش شرط يحصل، يعني ممكن يحصل وممكن لا، بس ايه انا بفترض افتراضات يعني للتوضيح ليس اقصى. فهنا الراجل ده عمل العقد، عقد الايجار، وتمام التمام، بحيث ان اي حد يمسك عقد الايجار يشوف عقد الايجار يلاقيه تمام التمام ومختوم بختم المثلث إثبات التاريخ في الشهر العقاري. ولكن هذه واقعة لم تحدث، يعني طريق جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة. هذه الواقعة مزورة بالكامل، بالكامل، مش جزء منها ولكن بالكامل. الطريقة الثالثة اللي بيقع بها التزوير المعنوي هي طريق جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها. طيب احنا بس عشان نوضحها الطريقة دي، برضو هنفترض انه يعني نضرب مثال اللي ضربناه في ايه في اول طريقة، اللي هي اول طريقة اللي كانت طريقة تغيير اقرار اولي الشأن. برضو الطريقة الثالثة دي فيها شبه من الطريقة الاولى. ازاي؟ بيقول لك طريقة جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها. نفس الحكاية، لو واحد مثلا راح الشهر العقاري، وده برضو مجرد مثال افتراضي مش اكتر، واحد راح الشهر العقاري على اساس انه هو هيبيع شقة في العمارة بتاعته لواحد، شقة واحدة، قام الموثق بالشهر العقاري كتب انه هيبيع العمارة كلها مش مجرد شقة، يبقى الواقعة دي غير معترف بيها بالمرة. الراجل باع شقة واحدة، شقة واحدة، ما باعش العمارة كلها، العمارة ممكن يبقى فيها 10 شقق أو أكتر، فهو الواقعة أصلا غير معترف بها، غير صحيحة على الإطلاق، لا وجود لها، غير معترف بها، ولكن خدت شكل الواقعة المعترف بها عن طريق إيه؟ عن طريق إن الموثق في الشهر العقاري بدل ما يكتب إنه البائع باع للمشتري شقة واحدة بس في الدور الأول أو الثاني أو غيره، كتب إنه باع له العمارة كلها. يبقى كده احنا اوضحنا الطرق الثلاثة الخاصة بالتزوير المعنوي، ومن قبل اوضحنا الطرق الخاصة بالتزوير المادي. وبرضو انا بعيد واكد واعود واكد على حضراتكم انه الفوارق ما بين الطرق دي فوارق احيانا بتبقى ضعيفة جدا، يعني فوارق بسيطة جدا، بحيث انه ممكن صورة تختلط بصورة اخرى في التزوير، سواء التزوير المادي أو المعنوي أو كليهما. فبالتالي يعني لازم نركز في الفوارق دي. ليه هنركز في الفوارق دي؟
لان ده اللي هنشوفه في ان شاء الله الفيديوهات القادمة باذن الله تعالى، ان المتهم لما يكون محال من النيابة الى محكمة الجنايات اذا كان المحرر رسمي يعني، فهو محال وواخد قيد او وصف معين في من النيابة، فممكن حضرتك بتلاقي ان القيد والوصف دول لا ينطبقوا على الواقعة، وانه اللي ينطبق عليها امر اخر، فانت بتطلب تغيير القيد او تعديل القيد والوصف على حسب الواقعة اللي موجودة في الاوراق، لان كمان ممكن يكون الواقعة برضو خلي بالك ان واقعة اصلا مش موجودة، يعني كل طرق التزوير اللي احنا اتكلمنا عليها سواء التزوير المادي او المعنوي كلاهما بيشترط انه التزوير يكون ده بلغ حد الاتقان، بلغ حد الاتقان بحيث انه اصبح الرجل العادي لا يستطيع التمييز بين المحرر المزور وغير المزور. يعني وانا اديتك مثال قلت لك لو معانا 200 جنيه، ال 200 جنيه دي كانت عبارة عن صورة في جورنال، وواحد قصها كده وراح ايه مديها لمحل اساس يشتري منه حاجة، طبعا دي واضحة جدا ان دي مش 200 جنيه، دي مجرد صورة كانت في جورنال، وبالتالي التزوير ده ما يعتبرش تزوير. ليه؟ لان الشخص العادي اللي هو الراجل صاحب المحل ده بص فيها كده عرفها ان دي صورة من جورنال، تمام؟ التزوير الذي تنهض وتقوم به وتنشأ به جريمة التزوير سواء التزوير بالطرق المادية أو التزوير بالطرق المعنوية هو التزوير الذي يخدع الرجل العادي، لكن مين اللي يكتشفه؟ الخبير، اللي يكتشفه الخبير، وده هيبقى دفع من الدفوع اللي إن شاء الله هنقولها في ختام الفيديوهات الخاصة بالتزوير. ما فضلش في عناصر الركن المادي إلا العنصر الأخير أو الرابع والأخير اللي هو إيه؟ اللي هو العنصر الضرر الحال أو المحتمل، هذا العنصر الرابع في أو الجزء الرابع من أجزاء الركن المادي. إن شاء الله في الفيديو القادم هنتناول العنصر الرابع ده، ويبقى كده إحنا تناولنا الركن المادي لجريمة التزوير بعناصره الأربعة، زي ما قلنا الركن المادي له عناصر أربعة، إحنا كده تناولنا الثلاث عناصر الأول والثاني والثالث من عناصر الركن المادي، فاضل لنا إن شاء الله عنصر واحد بس اللي هو أن يكون هناك ضرر من التزوير، وأن يكون هذا الضرر سواء كان حادث في الوقت الحالي في الوقت الراهن أو محتمل الحدوث في المستقبل، وده اللي إن شاء الله هنتناوله في الفيديو القادم، وإن شاء الله ألقاكم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.